بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على lesson 4 area of rhombus. عارفين الرومبوس all side are equal, its diagonal perpendicular and bisect each other. فهنا الاريا equal half D1 times D2 لأن الـ diagonal not equal أو الـ base times الـ height. الـ base هي times الـ A الـ height. تمام؟ يبقى أنا عندي زي الـ square side length times this والـ diagonal half الـ diagonal times هنا بقى الـ base times الـ height أو half الـ D1 times الـ D2. طيب فمثلا a rhombus whose side length 5 and its height 3. جايب لي ال side 5 وال height 3 يبقى ال area 5 times 3 equal 15 سنتيمتر square. 15 سنتيمتر square. A rhombus whose perimeter جايب لي ال perimeter بتاعه equal 20 سنتيمتر. ده ال perimeter. And its height, وجايب لي الهايت equal 4 سنتيمتر. Find its area, عايز ايه؟ الاريا. طيب البريميتر 20 يبقى السايد لينث equal البريميتر divide 4 يبقى 20 زي السكوير divide 4 equal 5 ده السايد لينث. وعندي الهايت يبقى الاريا equal سايد times الهايت equal 5 times 4 equal 20 سنتيمتر سكوير. طيب بيقول لي a rhombus سؤال تاني بيقول لي a rhombus side length 5 a side 5 سنتيمتر and its area will area equal 45 سنتيمتر سكوير find its height. طيب خلاص احنا عارفين الاريا side times the height يبقى الاريا كام 45 side 5 times the height يبقى الهايت هنعمل 45 divided 5 equal 9 سنتيمتر. اوكي طيب شوف مثال بيقول لي which is greater in area triangle whose height whose side length which side length is 25 centimeter and the height بتاعه كام 6 that triangle. طب قول تاني rhombus diagonal 8 and 15 لازم يجيب لي الاثنين عشان الاثنين ديفرنت. طيب area of triangle half the base times the height يبقى half times 25 times 6 دي معادي فيها 3 يبقى 75 سنتيمتر سكوير. area of rhombus half the diagonal times D1 times D2 15 اللي معادي فيها 4 equal 60 سنتيمتر سكوير يبقى ال area of triangle is greater. تمام طيب شوف أسئلة تانية نفضل كتاب المدرسة. طيب كتاب السكول بوكس جايب لي اهوت مثال بيقول لي which figure has greater area a parallelogram جايب لي parallelogram whose base length 5.4 with corresponding height 4.1. طيب والشكل الثاني rhombus diagonal 4.5.4 ده وده 4.1
1. طيب area of parallelogram length البيز تايمز الهايت، البيز تايمز الهايت يبقى 5.4 تايمز 4.1. طب وهنا half تايمز 5.4 تايمز 4.1، بنجيب من غير ما اجيبها، دي 5.4 تايمز 4.1 ودي 5.4 تايمز، بس دي هاف، يبقى الاريا اوف بارالوجرام بس اجيبها عن اعملها تايمز واجيبها عادي. طيب يقول لي هنا ايه؟ find the area of a rhombus with diagonal 7 and 9، يبقى half times 7 times 9 يبقى 63 times 2 يبقى ده 3 1.5 سم سكوير. And if its height 5 find its length. طيب قول لي الهايت 5، عايز السايد. طيب ما السايد يبقى الاريا 31.5 ديفايد الايه؟ ديفايد الهايت، ادينا البيز او السايد 30 ديفايد في 6 حط البوينت 15 يبقى 6.3. اوكي طيب بيقول لي ايه برضو من سكول بوك، بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the area of parallelogram if the area of parallelogram with base 12 البيز 12 البيز 12 and its corresponding height 6. طيب مالها بقى؟ is equal to the area of a rhombus، يبقى الاريا ديت equal للاريا بتاعت الرومبوس الدياجونال with diagonal rhombus with a diagonal length 10، واحد منهم 10. Find the length of other diagonal. طيب الاريا هنا كام؟ بالجرام بيس تايمز هاد يبقى 12 تايمز 6 ايكوال 72 سنتيمتر سكوير، وهي نفسها الاريا بتاعت مين؟ الرومبوس 72 سنتيمتر سكوير. طيب يبقى 72 ايكوال هاف تايمز 10 تايمز دي 2، احنا عندنا واحد تمام كده، دي معادي فيها الايه؟ فيها ال 5، يبقى دي 2 ايكوال 72 ديفايد 5، 7 ديفايد 5 فيها ال 1، 22 فيها ال 4 اند كام 5. اوكي يبقى اول حاجه هنا ال 12 و6 تطلع 72، هي نفسها الاريا بتاعت الايه؟ الرومبوس، واحد من الدياجونال 10، واحد من الدياجونال 10 يبقى الثاني كام؟ اهو ممكن اعمل ده تايمز 2 واعمل لها ديفايد. اوكي ماشي كده خلص ايه ليسن 4. اخر درس بقى اللي هو بيتكلم عن السيركمفيرس، وده هناخده ان شاء الله في الليسن او في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.